رائعه. سمنه هي ريحه السمنه صراحه. صح السمنه. بدك نقلبها هلا؟ لسه هي هسه بعدها. تعال نشوف اذا كيف طلعت. هون قلبناها هيك لتاخذ شويه لون من الجهتين. هنا شوفي حطيت شويه زيت. حطيت شويه زيت. شويه زيت ممكن حتى في البورد نفسه اللي بفرد فيه. اهم شيء انه لازم تفرديها يعني تكون سماكتها خفيفه. اوكي. عشان قد ما فيك تكون رقيقه. مش كثير رقيقه بعدين بدي واجد. اوكي ممتاز. وعندنا الزيت هون حامي اوريدي. اهم شيء لازم الزيت يكون حامي، اذا ما كان حامي ما بتصير معنا. ما بتضبط وتنتفخ. خلينا نحطها بالزيت نشوف. يلا بسم الله. ضابطه ولا لا؟ يا سلام يا سلام. ها بلشت تنفخ معنا. شوفوا 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 لي الفن. شوفوا لي الفنانه شفغاده. هاي انت عم تعملي هيك حتى يدخل بقلب الهواء. أيوة شوف كيف انتفخت معنا. ايوه رائعه. أوكي. رائعه لولا. وفعلا لولاكي ما كانت زبطت معنا. اليوم وصفاتنا كثير حلوه ومميزه.